حابة رئيس الجمهورية يوم نبه نطلع لفرنسا ونداوي وندير كل نروح نقرأ. قولي يا ماما حابة نروح نلعب، حابة نروح نقرأ. كما راكي تشوفي طول جايك داك كداك داك تجي جوا صحاباتها لابسين كالطابلات من هذا يمشي يدخلوا به ما تشوفهمش. وانا نطلب من خاوتي يعاونوني باش تطلع برك وتداوي وتعشي وترجع لقرايتها وترجع كما كانت، هذا ماني طالبه.